وللحديث أكثر عن الذكرى 52 لإحراق المسجد الأقصى المبارك ينضم إلينا عبر سكايب من القدس المحتلة ومن جوار المسجد الأقصى المبارك مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني. مرحبا بك معنا فضيلة الشيخ. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياكم الله. نحن نعيش اليوم ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، لكن المسجد منذ ذلك الوقت وحتى الآن لا يزال يحترق مع الأسف الشديد بالمعنى المجازي من خلال اقتحامات المستوطنين والحفريات تحت الأرض وكل الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني. نعم أخي الكريم، يعني العام 69 تم إخماد الحريق الذي أتى على ثلث مساحة المسجد الأقصى المبارك من المصلى القبلي، وهذه حتى الآن ما زالت الحريق مشتعلا ولكن بطرق أخرى مستهدفة المسجد الأقصى المبارك في الاقتحامات اليومية، في أيضا الصلوات التلمودية التي يؤديها المتطرفون، في استهداف المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك من المصلى المرواني إلى مصلى باب الرحمة، أيضا المسيرات الاستفزازية، أيضا الحفريات وخصوصا حول أساسات المسجد الأقصى وخصوصا في ساحة البراق والسور الشرقي وهو الملاصق للمتحف الإسلامي. يعني كل هذه الأمور، أيضا الحدائق التلمودية التي تحيط في أسوار البلدة القديمة من باب الجديد حتى يصل إلى باب العمود وباب الساهرة إلى باب الأسباط، نعم. وأيضا باب المغاربة، بالإضافة أيضا إلى التل فريك الذي يستهدف جو المسجد الأقصى والبلدة القديمة، الذي سيتم تنفيذ مشروع التل فريك من جبل الزيتون إلى باب المغاربة، وأيضا مصادرة 25 دنم من مساحة حي الشيخ جراح، وأيضا هناك نية لعمل حديقة تلمودية وتصل إلى وادي الجوز ومن ثم إلى حي الصوانة ومنها إلى جبل الزيتون، وذلك لإحاطة البلدة القديمة نعم. وإحاطة المسجد الأقصى بالحدائق التلمودية وفرض واقع مرير على داخل المسجد الأقصى. هل نقول يعني نعم في هذه أمام الذكرى نعم العام فضيلة الشيخ، أمام كل هذه الإجراءات ماذا يمكن العمل، يعني ومن المخول بالوقوف في مواجهة هذه الإجراءات وهذا العدوان المتواصل؟ أولا، يعني هذه الإجراءات التي تتم بقوات الاحتلال وبقوات السلاح بحماية شرطة الاحتلال، سواء الاقتحامات، صلوات التلمودية، هذه الحفريات، كل هذا يتم لا يعطي أي شرعية لهذا الاحتلال فيما يقوم به من فرض واقع مرير على البلدة القديمة وعلى القدس الشريف. فلذلك السبيل، هناك سبيلين إلى مقاومة هذا فرض الواقع الذي يريد أن يفرضه الاحتلال. السبيل الأول على مستوى المحلي والفلسطيني هو بشد الرحال إلى المسجد الأقصى من جميع محافظات الوطن والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك، لأن التواجد في المسجد الأقصى بأعداد كبيرة هو الذي يبدد كل المخططات ويفشل كل المخططات التي تستهدف المسجد الأقصى من أداء صلوات تلمودية وفرض واقع مرير على المسجد الأقصى المبارك. نعم. من ناحية أخرى، الدول العربية والإسلامية يجب أن تتحمل مسؤوليتها اتجاه المسجد الأقصى المبارك، لأن المسجد الأقصى هو عقيدة 2 مليار من المسلمين، ويتوجب على الدول العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤوليتها العقيدية على نحو المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ثاني المساجد التي وجدت على الأرض، والمسجد الأقصى ربطه رب العزة سبحانه وتعالى ببداية سورة الإسراء ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى هو الذي أسماه هو رب العزة سبحانه وتعالى. فلذلك واجب حماية المسجد الأقصى والحفاظ على إسلاميته وعلى عروبته هو واجب على كل المسلمين في أنحاء المعمورة حكاما ومحكومين. فلذلك الدول نعم، العربية والإسلامية يجب يعني أن على ذكر تتخذ بعض الدول مواقف العربية دولية. والإسلامية فضيلة الشيخ، هناك حالة من التطبيع، إلى أي مدى شجعت الاحتلال على مزيد من العدوان على الأقصى؟
بالطبع الاحتلال يعني لما كان هناك من حالة من التطبيع من الدول العربية التي هرولت إلى الاحتلال، هذا أدى إلى أن يتجرأ الاحتلال على إجراءاته في داخل المسجد الأقصى، سواء أدى صلوات المدية، سواء بالتصريحات من كما كان صرح قبل شهر رئيس وزراء الاحتلال بأنه يحق للمسلمين ولليهود الصلاة في المسجد الأقصى، ومن ثم لما كان هناك اعتراض من الدول العربية والإسلامية تراجع عن تصريحه من الصلاة إلى أن هناك زيارة. ولذلك نحن نقول إذا كان هناك مواقف جادة من الدول العربية والإسلامية لحماية إسلامية وعروبة المسجد الأقصى يجب أن تكون، يعني هذا لا يتطلب فقط من الشعب الفلسطيني ومن أو من السلطة الفلسطينية ومن الأردن كراعي للمسجد الأقصى المبارك، وإنما هذا واجب على كل الدول العربية والإسلامية لتقوم بواجبها اتجاه المسجد الأقصى وحماية إسلاميته وحماية عروبته حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بتحريره من براثن الاحتلال. أهل بيت المقدس يقومون بالرباط، يجب دعم أهل بيت المقدس، يجب دعم الشعب الفلسطيني في مواقفه التي سطرها للعالم في دفاعه عن حرمة المسجد الأقصى المبارك. فلذلك هذا الواجب هو واجب على كل الدول العربية والإسلامية في أن يدعموا موقف الشعب الفلسطيني، يدعموا موقف الأوقاف في الحفاظ على إسلامية وعروبة المسجد الأقصى حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بتحريره، وأن يحاسب الاحتلال الذي انسحب من اليونسكو، استمر في الحفريات في ساحة البراق التي يريد أن يحولها إلى قاعات وأيضا إلى كنس، هي وأيضا الحدائق التلمودية، حتى يغير معالم البلدة القديمة، وحتى يظن من يأتي لزيارة المسجد الأقصى والبلدة القديمة أن هذه المدينة هي ليست مدينة إسلامية عربية، حتى فيريد نعم، أن يطمس المعالم الإسلامية ويبرز ويزور التاريخ. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى المبارك، كنت معنا من مدينة القدس المحتلة.